بس احنا قلوبنا مشغولة بحياتك في الدرجة الأولى، عايزينك تسمع وتصلي وصلاتك تصبح مقبولة، وتسلم للرب طريقة وتلاقي مشاكلك محلولة. في رسالة جاية لك من القلب، رسالة من القلب، رسالة من القلب. تسالونيك الأولى الأصحاح الرابع، تسالونيك الأولى الأصحاح الرابع ابتداء من العدد 13، بقول: ثم لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة الراقدين لكي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم، لأنه إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله أيضا معه. فأنا نقول لكم هذا بكلمة الرب، أنا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين، لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. لحتى نكون عارفين مجيء الرب يسوع المسيح، خلينا نقول بأن مجيء الرب يسوع المسيح في المكان الأول راح يكون مجيء شخصي، مجيء شخصي يعني مجيء بشخصه، مثل ما قرينا في تسالونيك الأولى صح 4 بيقول: لأن الرب نفسه. مش راح يرسل ملائكة مع أنه راح يجوا ملائكة معه، أمين؟ مش راح يرسلنا بس حدا لحتى يجي ياخدنا، لكن هو بنفسه جاي لحتى ياخدنا. ما أعظم من إله وما أحب من هكذا إنسان، أحبنا حتى المنتهى، حتى الموت مات من أجلنا. لكن بمحبته لم يكتفي فقط بأن يموت من أجلنا ويقوم من أجل تبريرنا، لكن بمحبته قال: أنا راجع لعنكم، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب، قال: أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي، في بيت أبي منازل كثيرة، وألا فأني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وأن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. هو قال أنا آتي وهو جاي. تتذكر لما طلع على السماء في سفر أعمال الرسل الأصحاح الأول، لما طلع قدام عيون التلاميذ من هناك على جبل الزيتون وظلوا يطلعوا ويحدوا بالسماء، وبقول فجأة ظهر هناك شخصين بلباس أبيض ملكين، وقال لهم: ما بالكم أيها الرجال الجليليون تنظرون هكذا إلى السماء؟ إن يسوع هذا بنفسه كما رأيتموه منطلقا السماء سيأتي أيضا ثانية. الرب نفسه مجيئه راح يكون بشخصه. وخليني أقول أنه في هالأيام هيدا نحن لازم نكون منتظرين فعلا مجيء الرب يسوع المسيح. في بعض الأشخاص بيقولوا يعني مش رح يجي هلأ، بولس كان منتظره وما إجا، ما رح يجي غير بأيامنا هيدا. خليني أقول لحبائي، بطرس الرسول بيقول بأنه في أشخاص رح يجوا دايما ويكونوا مستهزئين في مجيء الرب يسوع المسيح وبشخص الرب يسوع المسيح. بقول برسالة بطرس الرسول الثانية صح 3: عالمين هذا أولا، أنه سيأتي في آخر الأيام قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات أنفسهم وقائلين: أين هو موعد مجيئه؟ لأنه من حين رقد الآباء كل شيء باق هكذا منذ بدء الخليقة. لكن أحبائي، يكمل بطرس الرسول في رسالته صح 3، رسالته الثانية صح 3 أعداد 8 و9، بيقول: ولكن لا يخفى عليكم هذا الشيء الواحد أيها الأحباء، أن يوما واحدا عند الرب كألف سنة، وألف سنة
كيوم واحد. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا، لكنه يتأنى علينا، وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. يوما واحدا عند الرب كألف سنة. يعني قديش مضى على الرب؟ قديش صار له رايح؟ يومين. أمين؟ بحسب برنامج الرب يومين. ما طال الوعد أبدا. وخليني أقول أحبائي، كل الأمور تهيأ بحسب برنامج الله، لكن الله يتأنى علينا، وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. ما أعظم مقاصد الرب أحبائي. نعم، عند مجيء الرب سيكون مجيئه شخصي، لكن أيضا عند مجيء الرب سيكون هناك تجميع أو جمع لكل الأشخاص الذين رقدوا والذين ما زالوا هم أحياء في المسيح، مثل ما لاحظنا بالتسالونيك الأولى صح 4، بأنه نحن مش رح نسبق الأشخاص اللي سبقونا وماتوا وراحوا لعند الرب. الكتاب المقدس واضح وصريح حبائي بأنه إن نقض بيت خيمتنا الأرضي فلنا في السماوات بناء عند الله معد ليس مصنوع بيد أبدي. وبعدين بقول بولس الرسول بكورنثوس الثانية صح 5، بقول أن نتغرب عن الجسد أي أن نستوطن عند الرب. الاستيطان عند الرب هو في أرواحنا، مش رح يكون عندنا أجساد بهداك الوقت، لكن هم في انتظار ذلك اللحظة التي فيها سوف يأتي الرب ويأتي بأرواحهم لكي يجمعهم مرة ثانية مع أجسادهم. لذلك يقول بولس الرسول نحن الأحياء الباقين لا نسبق الراقدين، بل الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل أولا، والأموات في المسيح سيقومون. الله سيقيم أجسادهم، مش أجسادهم المعمولة من لحم ودم، لا، الله رح يعطيهم أجساد اللي بيحكي عنها في كورنثوس الأولى أصحاح 15، وبيقول لأن لابد هذا الفاسد يلبس عدم فساد، لأن الأجساد الترابية الأجساد الأولى يقول هناك جسم ترابي وهناك جسم روحاني، يزرع في فساد ويقام في مجد، يزرع في ضعف ويقام في قوة. الله القادر أن يحيي، الله الذي صنع الإنسان من تراب الأرض يستطيع أن يحيي أجسادنا الميتة ويعطينا أجساد جديدة، أجساد سماوية لا تعرف الفساد ولا تعرف الألم ولا تعرف المرض ولا تعرف أي من الأشياء التي عرفناها في حياتنا الترابية أو الأرضية التي عشناها قبلا. يا له من ذلك اليوم، من يوم مجيد حين يأتي رب المجد ويقيم الأموات في المسيح أولا، ثم نحن الأحياء الباقين نتغير. بولس بيقول أنا منتظر مجيء الرب، وبيقول إننا نئن في ذواتنا لأننا لا نريد أن نخلعها بل أن نلبس فوقها. يعني أنا ما بدي أني أخلع الجسد المائت، يعني ما بدي موت، لكن أريد أن ألبس فوقها. وخليني أقول أن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب فجأة في هذه اللحظة رح يتغيروا، لأن لابد أن هذا الفاسد يلبس عدم فساد، يعني الأموات بيقوموا بالمسيح أولا، ومن ثم لابد أن هذا المائت يلبس عدم موت. نحن اليوم نقول كلنا ميتين، يعني كنا في طريقنا للموت، معك؟ كلياتنا رح نموت، لكن إذا بيجي الرب المسيح الرب يسوع بيجي اليوم، الأشخاص الأحياء في المسيح لن يروا الموت أبدا، بل سيلبس فوقها، لأن الكتاب المقدس يقول نحن نتغير، ويجمعنا الرب معا لكي نكون معه إلى الأبد. هلا في بعض الأشخاص يعني بيخلطوا كتير ما بين مرحلتي المجيء الثاني
اللي بنسميهم المرحلة الأولى اللي هي الاختطاف، والمرحلة الثانية اللي هي مجيء الرب يسوع المسيح المرئي أو نزوله إلى الأرض. في مجيئه الأول اللي عم نحكي عنه، أو في المجيء في المرحلة الأولى من المجيء الثاني، اللي في الأوقات بنقول إنه مجيء الأول، يعني بقصد فيها هي الاختطاف. أوقات لما بنقول المجيء الثاني نقصد فيها كل الأحداث مع بعضها البعض، يعني الاختطاف والمجيء. لكن أوقات كتير لما حتى نفرق بين اثنين، بين المرحلة الأولى وبين المرحلة الثانية، بنقول المرحلة الأولى هي مجيئه للاختطاف، مجيئه للكنيسة أو مجيئه للمؤمنين. المرحلة الثانية رح تصير بعد 7 سنوات من ضيقة عظيمة سوف تأتي على كل هذه الأرض. الكتاب المقدس بيحكي عن الضيقة هاي في أماكن كثيرة، سواء في سفر دانيال أو في متى صح 24-25 أو في سفر الرؤيا. ويعني ما عندنا الوقت لحتى نتكلم عن الشيء هذا، لكن ما بين الاختطاف وما بين المجيء الثاني للمسيح في 7 سنوات، في 3.5 سنين الأولى سوف يكون فيها سلام على الأرض، وسوف يكون هناك حل لمشكلة إسرائيل اللي كثير من الناس بيحكوا عنها اليوم، لأنه رح يصير في معاهدة سلام كبيرة ورح يصير في سلام بالأرض. بقول عن هالشخص هيدا اللي هو السياسي العظيم اللي بيوصف الكتاب المقدس بأنه الوحش، بقول عنه يأتي راكبا على حصان أبيض، والناس بيفكروا أنه هو فعلا الرئيس العظيم اللي رح يجيب السلام. لكن بعد 3.5 سنين ينقض المعاهدة وتصير ضيقة عظيمة على كل الأرض في ذلك الوقت، يسميها خاصة بأنها ضيقة يعقوب، يعني ضيقة على إسرائيل. اليوم الناس زعلانة لأن الأرض عم تروح لإسرائيل، والأرض خليني أقول شيء أحبائي، نحن كمؤمنين ما قلنا القدس الأرضية، نحن قلنا القدس السماوية. أمين. وإسرائيل رح تدفع الثمن. أنت فكرك الاغتصاب اللي عم يغتصبوه والأشياء اللي عم يعملوها وكل هذه الرب هيك رح يمرقها؟ أبدا. في ضيقة يعقوب الكتاب المقدس بيقول بأنه 1/3 إسرائيل سوف يهلك. لكن خلينا نرجع أقول أحبائي بأن الله لا يمكن أبدا أن ينقض عهوده. فارفعوا رؤوسكم لأن نجاتكم قد اقتربت. لنحيا حياة القداسة والبر، لنحيا حياة الانتظار وطلب سرعة مجيء يوم الرب، لأنه سيأتي شخصيا، لكن بإتيانه هناك أيضا صعود إلى المجد، ولكن صعود بحسب الأولوية. مثل ما شفنا الأموات في المسيح سيقومون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف لملاقات الرب في الهواء. خلينا نقول أحبائي بأنه التعزية العظيم اللي بيحكي عنها الكتاب المقدس في المكان هي حينما يقول لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. ما هي التعزية العظيمة التي يعلمنا إياها الرب في هذا المكان بأننا يجب أن نتعزى بها؟ خلينا نقول أحبائي تعزية أولا من جهة مستقبلنا، وتعزية ثانيا من جهة شركتنا. فالتعزية الأولى مستقبلنا مضمون في شخص الرب، لأنه كلمته لا يمكن أن ترجع إليه فارغة، لابد أن تتم. فهو الذي قال سوف يجمعنا إلى شخص المبارك، يجمعنا مع بعضنا البعض. في بعض الأشخاص كانوا عم يسألوا بولس الرسول ويقولوا له شو رح يصير بالأشخاص اللي ماتوا قبلنا، شو رح يصير ببي، شو رح يصير بجدي وستي، شو رح يصير ب يمكن فقدت ابن أو ابني لإلك، شو رح يصير؟ والرب يقول رح أجمعكم مرة تانية معهم، رح أجمعكم مرة تانية معكم معهم. مثل ما بيقول صاحب الترنيمة بعد الغروب صبح مجيد، والعدد الأخير بيقول بعد الغروب سوف نلاقي كل الأحبة كما وعد. أمين. الرب وعد أحبائي بأنه رح يجمعنا
بكل الأشخاص الذين سبقونا لعنده، الأشخاص الذين آمنوا به، الأشخاص الذين ذهبوا لكي يكونوا معه الآن، يتغربوا عن الجسد ليستوطنوا عند الرب. اليوم أن في حضرة الرب عم بتمتعوا معه، صحيح ما عندهم أجساد، بولس بيوصفهم بأنه عراة، يعني ما عندهم أجساد، لكن بأرواحهم هم في حضرة الرب منتظرين تلك اللحظة لكي يلبسوا الأجساد المجيدة. لكن خليني أقول، مستقبلنا أكثر من أنه يجمعنا كمان مع الأشخاص هذول، لكن مستقبلنا مجيد في أنه رح ينسينا كل آلام وأتعاب الأرض اللي اختبرناها في المكان. والأشياء اللي ما رح تكون بالسماء، الكتاب بيحكي عنها وبيقول سيمسح الله كل دمعة من عيونهم، ما رح يكون في دموع بالسماء. شو كمان بقول؟ والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. هاي الأشياء اللي مش راح تكون في السماء، لكن خليني أقول بأنه اللي راح يكون في السماء كله لسرور وسعادة الإنسان. لكن الأحلى من هيدا كله، هو مش بس مستقبلنا المجيد مع شخص الرب، هو مش بس أنه يجمعنا مع أحبائنا، هو مش بس أنه يكون ما عندنا لا وجع ولا صراخ ولا مرض ولا ألم ولا دموع ولا أي من هالأمور، لكن أحلى شيء بأنه نحن رح نكون معه هو. أحلى شيء، تعزيتنا العظيمة هي أننا سنكون في شركة معه. وخليني نقول أحبائي، إذا ما بتحب الشركة معه اليوم، يعني أنا متأسف كتير كتير بالنسبة لك إذا أنت طالع على السماء، لأنه البقية الأبدية كلها شركة معه. أمين. يوحنا الرسول لما بيكتب يوحنا رسالته الأولى بقول وأما شركتنا نحن فعيا مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. وبعدين بقول عم بكتب هالأشياء هيدا لحتى أنتوا كمان يكون لكم هالشركة هيدي أيضا معه. في تسالونيك الأولى صح 4 مثل ما سمعنا بقول في أداك الوقت لما بيجي الرب لحتى يأخذنا، بيأخذنا لحتى نكون معه في كل الوقت. بقول وهكذا نكون كل حين مع الرب، مع الرب اللي فداني، مع الرب اللي مات من أجلي، مع الرب اللي قام من أجل تبريري، مع الرب اللي أحبني محبة لا نهاية لها، لأنه ليس لحب أعظم من هذا في أن يضع أحد نفسه من أجل أحبائه، لكنه هو وضع نفسه من أجل أعدائه. لأن الله بين محبته لنا إذ ونحن بعد خطاط، إذ ونحن بعد فجار، إذ ونحن بعد في نجاستنا. لأنه إن كنا ونحن أعداء صلحنا مع الله بموت ابنه، فكم بالحري الآن ونحن مخلصون نخلص بحياته. يا لها من تعزية، تعزية لا نظير لها عندما نتأمل في كلمات الرب يسوع المسيح. لكن خليني أقول بالختام كلمة صغيرة اللي هي مثل ما بقول مفتاح كل هالمقطع هيدا، بتقول هيدا شيء عظيم كتير، كيف ممكن أني أحصل عليه؟ كيف ممكن أني أنا كمان أتشارك مع المؤمنين في هالأشياء المجيدة اللي عم بيحكي عنها بولس الرسول؟ خليني أقول لك المفتاح، أو مثل ما بقولوا المفصل اللي بيبرم عليها الباب في المكان هون لحتى تفتح الباب وتدخل السماء، هي عبارة صغيرة مؤلفة من 3 كلمات. شوفها معي إذا بتريد بعدد 14. إن كنا نؤمن، إن كنا نؤمن. ماذا لو لم تؤمن؟
بكل أسف. من آمن خلص، ومن لم يؤمن يدم. إن كنا نؤمن. في الختام خلينا نقول أحبائي، الكتاب المقدس واضح وصريح، الخلاص هو في النعمة بالإيمان. ما تحاول، صدقني أكبر أسيس مهما كان اسمه عظيم، أكبر مثل ما بدك، مطران، أشمندريت، بطرك، البابا اللي بدك إياه، مين ما كان يكون، أكبر شيخ، أكبر طائفة، أكبر ديانة بالعالم، مش ممكن تخلصك، لأنه ليس اسم آخر قد أعطي تحت السماء بين الناس به ينبغي أن نخلص. إن كنا نؤمن بشو؟ إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام، بتقول آمن بالحجر، لا 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 لا، آمن بالحجر الذي قطع من غير يد، أمين، آمن بالحجر الذي صار رأس الزاوية بعد أن رفضه البناؤون، نعم، لكن مش آمن بشو مكان. إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام، كيف تخلص؟ تخلص بواسطة الإنجيل. ما هو الإنجيل؟ بولس الرسول يعرف الإنجيل ويقول بكل بساطة في كورنثوس الأولى صح 15، أيها الإخوة نعرفكم بالإنجيل الذي به تخلصون، أن يسوع مات بحسب الكتب، وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب، وأنه ظهر لبطرس ولصفا ولباقي الرسل ولأكثر من 500 أخ أكثرهم باق إلى ذلك الوقت. إن كنت تؤمن أن يسوع مات من أجل خطاياك وقام من أجل تبريرك، فعندئذ يقول الكتاب المقدس أن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص، لأن كل من يدعو باسم الرب يخلص. هكذا تحصل على الخلاص. الإيمان أحبائي هو مش مجرد التصديق العقلاني ولا مجرد الاختبار العاطفي، إن الإيمان الحقيقي هو الاتكال الكامل على وحده، عليه وحده وليس سواه. أن أقول للرب يا رب أنا خاطي، لا أستطيع أن أخلص نفسي بنفسي، ولكن ألقي بنفسي عليك وحدك وليس على سواك، إذ أنا أعتمد بأنك أنت وحدك مخلص البشرية وأطلبك أن تكون مخلصي. إن كنت تؤمن بذلك فطوباك، وإن كنت تؤمن بذلك فعزاؤك العظيم أن يسوع آت ثانية. خسرت شخص؟ أوقات بتأمل بقول أنا ما قدرت أودع لبي، برجع بقول لا، الرب أعطاني أن أتعزى وأعرف بأني رح أرجع أشوفه من جديد. أوقات بتسأل على أشياء كثيرة، لكن لما برجع وبتذكر وبذكر نفسي بمجيء المسيح الثاني، بقول يا رب بشكرك لأنه فعلا أعظم عزاء. ليت الرب يعطيك أن تتعزى بروحه القدوس وبعوده الأكيدة والثمينة الصادقة، لأن فيه النعم والأمين، إنه الشاهد الأمين، البكر من الأموات، رئيس ملوك الأرض، الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنا لله أبيه، له كل المجد، هو آت ثانية. وخليني أقول أحبائي، أؤمن اليوم أكثر من كل يوم بأنه جاي في أيامنا. خلينا نستعد، مسرح التاريخ يعد، كل الأشياء مبينة، مش هي علامات، نحن ما لازم ننتظر علامات، لكن الرب عم يعطينا أشياء ما أعطاها لأي جيل من قبلنا.
فالرب يعطينا نعمة أن نكون فعلا مستعدين متعزين منتظرين وطالبين سرعة مجيئه، وله المجد كل حين. نصلي. بينما كل الرؤوس منحنية والعيون مغمضة، راح أعطيك ولو نص دقيقة أو دقيقة ترفع قلبك قدام الرب وتقول له يا رب كلمت قلبي اليوم بأشياء كثيرة. إن كنت بعدك مش ضامن السماء، مش متأكد من ذهابك للأبدية لحتى تكون مع يسوع، خليني أدعيك في الصباح. الكتاب المقدس بيقول كلمة بسيطة جدا، إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام. هل تؤمن في هذا الصباح؟ هل تأتي إليه وتقول له يا رب آمنت فقوي إيماني؟ أنا متكل عليك وحدك يا رب، ساعدني يا رب، أعني لأسلمك الحياة بالكامل وأتكل عليك وحدك. طهرني بدمك، ادخل قلبي واسكنه، أعطني أن أتأكد من أنك أنت مخلصي فدية سيدي وربي وليس سواك. لولا موت الصلب يا فادي، لولا حبك وقت عنادي، عندي صليبك صوت بينادي، صوت بيخلي القلب نور. انت نوري انت نوري انت نوري انت نوري انت نوري وكل انت نوري وكل حياة. تقدروا تشتركوا معي في القرار. انت نوري، من كان غيرك يمحي اثامي، يحمل عاري وينهي الامي، من كان غيرك يشفي سقامي، من يخلي القلب يقول انت نوري انت نوري انت نوري انت نوري انت نوري وكل حياتي. اتحملت الصلب بدالي، كان الدم الثمن الغالي، طهر قلبي وغير حالي، خلى صوت القلب يقول انت نوري انت نوري انت نوري انت نوري انت نوري وكل حياتي. مهما تكلم والأمعاني ويرددها بصوت لساني، يعجز وصفي وكل كياني، يرجع صوت القلب يقول انت نوري انت نوري انت نوري انت نوري انت نوري وكل حياتي، انت نوري وكل حياتي.